أبرز المواضيع اللي بتهم السوريين بحلقة جديدة من برنامج لو مشتمل على تلفزيون سوريا. مساء الخير لكل اللي عم يحضرونا وين ما كنتم. مساء الخير يا مساء الخير لك محمد وأيضا لكل مشاهدينا، واتمنى تكونوا بأفضل حال. خلونا نستعرض أبرز مواضيع حلقتنا لليوم. الزواج العرفي في سوريا ولعنة شعبة التجنيد. إطلاق نار في السويداء تزامناً مع إهمال النظام قضية مختطفات تنظيم الدولة. عباس طفل عراقي صورة لمأساة في المخيمات السورية. مشاهدينا أكيد بتقدروا ترسلوا أي شيء حابين تشاركوا فيه عبر هذا الموضوع ضمن فقرة أهالينا على رقم الواتساب 090-5943-2003، موجود أسفل الشاشة. هلأ صار وقت كيف الحال؟ أغلقت قوات النظام معبر التايهة الفاصل بين مناطق سيطرتها ومناطق وحدات حماية الشعب الكردية بين منبج ومدينة حلب على خلفية مقتل أحد عناصرها. ونقلت صحيفة عنب بلدي أن إغلاق المعبر مع مناطق سيطرة الوحدات جاء بعد مقتل أحد العناصر برصاص قوات السايش أو الذراع الأمنية للوحدات. هذا ليس الاشتباك الأول بين قوات النظام والأسايش، لكن المهم ما يتأثر المدنيين بإغلاق المعبر. أجبرت قوات النظام أهالي ريف حمص الشمالي على فك شبكات الإنترنت الفضائي والخطوط التركية والتي اعتمد عليها المدنيون طوال السنوات الماضية. وقالت مصادر محلية أن الإنترنت التركي انقطع بشكل كامل عن المنطقة، ما يشكل صعوبة كبيرة لدى السكان الذين اعتمدوا عليها في أثناء سيطرة المعارضة بشكل أساسي. وأوضحت المصادر أن الخطوة التي أقدمت عليها قوات النظام جاءت بصورة مفاجئة واستهدفت مدينتي الرستن وتلبيسة نظرا لعدد السكان الكبير فيها. يعني المشكلة مع قطع يعني هي الوسائل التركي أو الفضائي الإنترنت، مشكلة ما في خدمات جيدة من الإنترنت داخل سوريا. صحيح، يعني المفروض إنه بدهم يقطعوا شيء يكون في حل بداله للمواطنين للمدنيين اللي هنا. يعني ما بعتقد إنه النت ممكن هلأ ما يكون شيء مهم لأي حدا. يعني شيء أساسي طبعا التواصل الرئيسية أكيد. نعم صحيح. إلى السويداء، شهدت مدينة السويداء صباح اليوم إطلاق نار على مبنى المحافظة من قبل أحد الفصائل المحلية، وذلك بالتزامن مع الاعتصام المفتوح منذ أسبوع بسبب عدم اكتراث النظام لقضية مختطفي تنظيم الدولة الإسلامية حسب قولهم. ونقلت وكالة سمارت عن مصادر لها القول أن عناصر تابعين لفصيل قوات الكرامة أطلقوا النار ما تسبب بتحطم زجاج العديد من النوافذ بالمبنى، مشيرين أن المعتصمين أمام المحافظة لليوم السادس على التوالي حاولوا منعهم إلا أنهم فشلوا. يعني واضح انه الامور عم تتصاعد. الاعتصام مفتوح من حوالي اسبوع، وكان سبق يعني قبل ايام كمان طردوا حتى وسائل اعلام النظام. صحيح، من هذا الاعتصام. صناعه الملبس في كفر تخارين بريف ادلب حرفه لها جذور. في حانوت صغير يواصل الحاج محمد البدوي منذ عقود مع اولاده العمل على هذه الحرفه التي ورثها من الاجداد. يصر الحاج محمد على مواصلة عمله رغم مشقته وعته في السن، حبا منه لمهنته ليزيد من تمسك أبنائه بها. التفاصيل في التقرير التالي. أنا تعلمت من 60 سنة هالصنعة، كان عمري 13 سنة الوقت انجزت مع أبوي على الدكان وتعلمت الصنعة، وهلأ علمتها لأولادي
انه يشتغلوا فيها حسب انه صنعه يدويه مفقوده في المحافظه كلياتها انه مرغوبه للشعب. يعني صنعه نحن فيها صنعه 100 عام. اول شيء نحن منجيب القلب الفرك منوصي عليه وبعده منحطه فيها الفرن منأمر القلب ومنجيب السكر منغلي قطر. كل كيلو قلب منحط له 4 كيلوات سكر. بعد ما نغليه كل شوي بشويته مشان يتلبس القلب الفرك. وعلى المرحلة يعني تقريبا بدها من ساعة ونص ساعتين. واخر شيء وقت بيستوي منحط له منكهات يعني. هذا من زمان اجدادنا فوق 100 سنه صلوا هذا. هون المبيع هون في البلد لاني عم بيشوفوا انه شغلك اول باول تازه. بيدوقوا طعمته كذا يعني هش عم قلب اللوز عم يتم مقمر يعني. يعني في تعب ماشي الحال الحمد لله رب العالمين انه تمينا على وراثة اجدادنا في هالشغلات ما انه تركناها. هالصنعة يدوية ولحد هالآن انه الشعب بده صنعة يدوية هكا منا بلبس. قديش الاولاد بيحبوا الملبس صح؟ كنت اذكره وانت صغير؟ ايه بذكر دوما بالعيد وبالمناسبات السعيده يعني. صحيح وكان في منه بعرف انا لونين زهري وابيض. وغالبا هو لوز بس صاروا يتفننوا بعدين حتى يحطوا مثلا شوكولا او مكسرات ثانيه. صحيح. الى اخر الاخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. هلا عابد صار معنا مساء الخير. يسعد مساكم محمد ويارا كيفكم شو اخباركم؟ طيب انت كيفك اليوم؟ انا ما انت بالذات لا هو طبعا شيء له علاقه بضغط العمل وشيء له علاقه بمرض الزميله ألا اكيد نتمنى لها الشفاء العاجل وظهور اليوم بحكي ميديا يعني هيك غير دائما جمعه وسبت فاليوم اليوم هيك بنص الاسبوع حظنا اكيد. بدي ارجع اقول مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان بوقفه جديده مع حكي ميديا وأكيد رصد لأبرز تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي اللي انطرحت اليوم ومبارح وخلال الأيام الماضية. رح نبلش كسؤال الحلقة كبداية كالعادة، هل تعتقد أن انتشار الزواج العرفي في سوريا ناتج عن صعوبة تسجيله في مؤسسات النظام؟ السؤال موجود بالتأكيد على صفحتنا على الفيسبوك، فيكم تفوتوا وتصوتوا بنعم أو لا، وأيضا تتركوا لنا انطباعاتكم وآرائكم بالتعليقات. إلى أول المواضيع، كما في سوريا صور القائد في كل مكان، إلى أن تصل أن تكون ألبومات صور تستخدم في كل مكان، لكن هذه المرة عن روسيا وبوتين نتحدث. تفاصيل ما تحدثنا به بهذا الفيديو. السؤال الأخير يعني هو بوتين الإنسان
مفارقة يعني السؤال مفارقة فعلا، بس هو يعني ما في كتير فرق يمكن، يعني نحن أصلا نسخة مستنسخة إذا بدك عن الاتحاد السوفيتي يعني سابقا ومع عصرنا حاليا يعني. وهو مهووس من الناس اللي بيحبوا دوما يعمل شو، انه مره عم يصطاد، مره عم يلعب رياضه، مره هو الشخص مره عم يعزف، حتى عم يكتب على النمر، وحتى باشياء ثانيه مثل عم يعزف بيانو او عم يغني مثلا، يعني انه هو السوبرمان بتاع كل في حاله تسويق وماركتينج يعني لبوتين انشغل عليها فعلا يعني خلال سنوات العشرة يعني الماضية يمكن بشكل كتير كبير، إنه دائما إنه على الخيل عم يلعب رياضة كذا، في دائما حالة إظهار للقوة وحالة إظهار للثقة بالنفس، وإنه هو مخيف أو هو ذو هيبة يعني الحكام الدكتاتوريين دوما إيه بيحاولوا لأنه بيختزل بالأخير الدولة كلها، رغم إنه روسيا دولة قمعية لكن فيها شوية مؤسسات يعني إذا مقارنة بباقي الدول العربية مثلا، بس دوما في يعني اختزال لروسيا صار بصورة بوتين بالضبط، دوما بيحاول يعمل هي قصة في حالة استحضار يمكن للحقبة السوفيتية يعني، وما زالت هي ما راح تصل أو الحقبة القيصرية حتى بالضبط. رح ناخذ بعض التعليقات مشاهدينا اللي كتبتوه على هذا الفيديو الموجود على صفحتنا بطبيعة الأحوال. رح نبلش من عند أبو مالك اللي بيقول طولوا بالكم لسه ما عمل شيء أو لسه ما عمل شيء، والله لياخذ سوريا كلها. يعني أيضا تعليق آخر ل شادي بيقول بوتين الإرهابي والجبان. تعليق آخر لعبد القادر بيقول بل هو أقرب لكذا، والدليل أنه أن له ذنب في دمشق، وطبعا هي الذنب يعني هي الصحيفة الروسية الشهيرة اللي حكت يعني موضوع ذنب الكلب اللي وصفت فيه رأس النظام في سوريا، فعبد القادر حابب يلمح لهذا التعبير اللي انتشر بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا. رح روح إلى موضوع آخر من جديد. مرسوم وزارة الأوقاف الجديد يعود إلى الواجهة بعد الجدل الكبير الذي أحدثه قبل أيام. طبعا كنا تناولنا هذا الموضوع بفقراتنا بلم الشمل سواء في شو صار أو بحكي ميديا، ولكن اليوم يعود الجدل من جديد بعد فيديو نقيب الفنانين زهير رمضان أبو جودة الذي على ما يبدو بدأ بمهنة جديدة وهي الإفتاء. تفاصيل أيضا في هذا الفيديو. هلا هذا القانون قانون شامل جامع وحقيقة من القوانين الحضارية جدا التي تليق بسوريا. عشان نحكي نقطة صغيرة، من طول عمر كان الإفتاء والفقه في سوريا يعتمد على المفتي الجمهوري، ومن تحكي بعد شيء مضطرين نحكي هلا بصراحة أكثر وتحديدا الطائفة السنية الكبيرة. ما هي؟ كان هذا الموضوع وكل الطوائف تقول بدها تلتزم في قانون الإفتاء. لا هلا مجلس الفقه والإفتاء مختلف تماما من كل الطوائف والملل في سوريا. يعني ديموغرافيا بشكل من كل الطوائف والملل، احنا لا نتباهى بسوريا بانه نحن بلد اعراق واثنيات وعرق وطوائف ومذاهب، هذا موجود بقانون وزارة الاوقاف. وقريبا بتعرفوا الدولة اللي جابرة وزير الاوقاف على هذا النوع من القرارات، ولكن الناس اليوم صاروا امام تفسيرين، اما رئيسنا فجأة بطل علماني وأصبح إسلامي بده يحولها لسعودية يتحول لخليفة بطريقة من الطرق، أو مجبر على التوقيع. كل هدول الناس وكل هذه المؤسسات من الرئاسة الجمهورية إلى مجلس الشعب إلى الوزارة، ما في ناس كبار اثنين ثلاثة يطلعوا لي على الكيس ممكن لأجل توصل لسوريا إنه صار يشرعوا بالدين. ولكن وزير الأوقاف قدر بطريقة من الطرق أنه هو يجيب المرسوم من فوق الرئيس بيمضي عليه وبينزل لمجلس الشعب. القضية مثلا قضية تفسير القرآن، كم تفسير في الدنيا؟ كثير. السعودية قديش صدرت تفاسير للفكة ابن تيمية وغيره وغيرات من القرآن؟ شو عم بيقول قانون وزارة الأوقاف؟ يقول قانون وزارة الأوقاف تفسير القرآن والتفسير الجامع. شو يعني الجامع؟ الشامل يعني الذي يجتمع عليه العلماء في بلاد الشام.
ما كان يعني كم كم صارت شغله المال وشغله كم الجهل يعني اللي عم ينحكى فيه. في كثير نقاط طبعا يعني يتوقف عندها يعني ما في وقت لانه نناقشها. وموضوع مرسوم وزاره الاوقاف الجديد يعني ناقشناه مثل ما قلنا بلم الشمل بشو صار من حوالي تقريبا اسبوع. اكيد المهتمين فيهم يرجعوا للحلقه وناقشناه بتفاصيله يعني حتى كان في معنا ضيوف وتقارير انحكت عن هذا الموضوع. لكن اليوم يعني المضحك فعلا انه يطلع واحد مثل زهير رمضان يعني اللي هو ما له عرفان الفرق بين المذهب والطائفه فيطلع يحكي يعني هذا الكلام ويحكي عن التفاسير وتفاسير القران بمرسوم وزاره الاوقاف اللي هو مليء بالثقوب والثغرات اللي انحكى عنه كثير. وانحصر يعني المنتقدين انحصروا عن زهير رمضان باثنين ثلاثه طلعوا على الفيسبوك للاسف. يعني بس الواضح انه حاله الجدل وحتى نوع من الصراع اللي صاير بين مؤيدين النظام عم تتزايد بما يخص تحديدا هذا المرسوم. هلا شفنا يمكن ماجي خزام اللي هي مواليه للنظام بطبيعه الاحوال وحتى كان في لها مقاطع بهذا الفيديو اللي عرضناه طلعت وانتقدت بقوه يعني وحتى قالت انه هذا من الرئيس يعني الرئيس هو اللي جاء وحتى قالت انه في شيء من فوق الرئيس يعني صحيح. كيف من فوق الرئيس ما بعرف بس يعني هيك يعني هلا هو قد يكون في تلميح لفكره انه السيطره الايرانيه لانه ذكر فكره هي زهير رمضان ضمن الحديث انه الاعتماد ليس على مذهب او طائفه واحده وبالتالي قد تكون عم تلمح لفكره السيطره الايرانيه. قد خلونا ناخذ بعض التعليقات اللي انكتبت على هذا الفيديو. رح نبلش من عند نهله اللي بتقول من شان الله من طول عمرك بويس ايادي ورجلين مو جديده عليك، انت عم تفسر شيء ما انكتب بصريح العباره ولا من شان تستغبي الناس وكأنك خريج شريعة. الكلام الوارد حمال أوجه وفضفاض وبيطلع على كل المقاسات والخارجية. حاجة تتفهمن يا وصولي. عبد السلام البيسي هذا الاسم اللي بيبقى له أكثر شيء. لا أنت كنت عم تحكي تحت الهواء أنه تمثيله يعني هو بيمثل بيضحك له أدوار كوميدي وهو ما عم يطلع من هذا الدور للأسف يعني هو يبدو أنه هو عايشه بالحياة فعلا يعني سواء مختار كمان حتى بيصيروا بيقولوا له سليل إقطاع كثير له مسميات كانت. رح ناخذ تعليق آخر لحيدر بيقول ليك مين عم يحكي بتفاسير ابن تيمية ولك أبو جودة دير بالك لأنه أبو شهاب طلع مو ميت. ايضا تعليق اخر من التعليقات طبعا تعليقات موجوده على صفحتنا ابو هاني او ابو هيان بيقول يبدو السيد زهير رمضان جاهل بمعنى التفسير الجامع للقران الذي اقترحه وشرحه وزير الاوقاف في جزئين ثم عمل على تحويله الى مسلسل متلفز بألف حلقه. المقصود بالجامع بحسب السيد عبد الستار هو تفسير ايات القران بالقران فان لم يجد فبالسنه وان لم يجد فبراي المفسرين الاخرين فان لم يجد فبراي زهير رمضان قدس الله سره. هذا اخر تعليق معنا. لا ولسه في واحد اخر واحد بيقول اخرسوا راحت سوريا ومختلفين على هي يلعن طحطح. لا محمد اختصر كل القصه يمكن انه فعلا بوقت مثل هذا مثل هذا الوقت اللي عم تعيشه سوريا يعني باضطرابات ودول عم بتقرب مصير سوريا في ناس قاعده عم تكتب مراسيم اشكاليه و يعني الاعتراض كان رئيسي حتى من المؤيدين هو اعطاء الصلاحيات الواسعه جدا صحيح. لوزاره الاوقاف كان في تفسيرات مثل ما ناقشنا الموضوع باستضافه كان يعني اراء البعض انه قد يكون ايضا نوع من الاستيلاء على املاك وزاره الاوقاف اللي هي وزاره غنيه. بس مثل ما يعني ذكر تعليق الاخير بالنهايه كل شيء بيصدر عن النظام يعني كمان هذا راي كثير قوي انه بالاخير ما كثير مؤثر طالما في القبضه الامنيه والعسكريه هي بالنهايه مرجعيه يعني. نهائيه يعني كلياتنا مرجعيه نهائيه للقبضه الامنيه صحيح للاسف. بالقسم الثاني من حكي ميديا مشاهدينا معنا مواضيع جديده ومواضيع اخرى انتظرونا رح نرجع لمحمد ويارا نناقش مواضيع لم الشمل بالفقرات القادمه. شكرا لك عابد. رح نروح لفاصل قصير وبعده بنتابع بلم الشمل.